بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج بالرحمة فرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي تمسك السماء لن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالمون، وبكلماتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا، ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومسابح، وقدرتها في السماء منازل، فأحسنت تقديرا وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا، وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة، في عمود النار
وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت مع البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق عليه السلام صفيك في بئر شياع وليعقوب عليه السلام نبيك في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجاب وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار وجرت لها الأنهار وخشعت لها الأبصار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور
وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت بها كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء وكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام، وبطلعتك في سعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين، وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم عليه السلام خليلك في أمة محمد صلى الله عليه وآله، وباركت لإسحاق صفيك عليه السلام في أمة عيسى عليه السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك عليه السلام في أمة موسى عليه السلام، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته عليه السلام. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهد وآمنا به ولم نراه صدقا وعدلا، نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير، وصل اللهم على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وانتقم من أعداء آل محمد، واغفر لي ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.